لمزيد من المتابعه ينضم الينا من الجزائر المراسل الغد حسان. اذا حسان، انتخاب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري عز الدين مهيوبي امينا عاما للحزب نيابه وخلفا لاحمد ابو يحيى، هل الامور ستجري في الانتخابات على قدم وساق ام ان هناك بعض العوائق التي تحول دون ذلك؟ نعم، اولا عز الدين مهيوبي لم ينتخب، اتى عن طريق التزكيه، يعني بعد أن اتفقت أعضاء المجلس الوطني على تزكيته ودعمه خلفا لأحمد يحيى بعد حوالي شهرين أو ثلاث من شغور منصب الأمين العام للأرندي، الحزب الذي كان ضمن منظومة الحكم وكان من أحد أقطاب السلطة وصاحب الأغلبية. أتى الآن تزكية عز الدين مهيوبي الذي اشتغل في منصب وزير ثقافة سابقا في نظام بوتفليقة خلفا لأحمد يحيى على هذا المنصب. طيب، فيما يتعلق باختيار هذه الشخصية خلفا لأحمد يحيى، ألم تكن هناك شخصيات ربما تنافس هذه الشخصية للفوز بهذه الانتخابات أم أنه بالإجماع تم ترشيح هذه الشخصية؟ نعم، بالإجماع تم ترشيح الشخصية، والآن ربما ينضم معنا الأمين العام الجديد، ينضم معنا عبر اللايف سيد الأمين العام، سيد الأمين العام سيد عز الدين مهيوبي الآن سينضم معنا عبر اللايف. نعم، يعني نحن ننتظر أستاذ. نعم الآن، نعم الآن يتفضل معنا السيد الأمين العام الجديد السيد عز الدين مهيوبي عبر اللايف. أولا مرحبا بك سيد عز الدين مهيوبي، ومبارك لك ترأسك على الأرندي. أهلا وسهلا، وأنا سعيد بأن أتواصل معكم. أولا سيد عز الدين مهيوبي، لماذا تزكية وليس انتخاب؟ لأن هذه واحدة من الصيغ المعتمدة في الحزب عندما يتعلق الأمر بمرشح واحد، تكون تزكية عندما يكون أكثر من مرشح، فإنه يلجأ حينها إلى صيغة أخرى في الاقتراع وهي الصندوق. الآن أستاذ، ربما ما هو مشروعكم الآن على رأس حزب الأرندي، الحزب الذي كان ربما يمثل من قبل صورة لواجهة النظام بوتفليقة الرئيس المستقيل، وما كيف ستجددون الثقة في الحراك الذي يرفض هذا الحزب وكثير في المطالب الشعبية ترفض تجدد هذه الواجهة السياسية وتعتبرها جزء من النظام السابق؟ أعتقد أن الاحتكام إلى الشعب هو الصيغة الأفضل. عندما نقول إن هذا مرفوض أو مقبول، لابد من وجود آليات في هذا، لأن مسألة إطلاق الكلام على عواهنه كما يقال والقول بأن هذا مرفوض أو ذاك قد تكون تصدر على دوائر معينة وعلى مجموعات معينة، ولكن يجب أن نقر بأن التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب أيضا كأي حزب آخر، يعني موجود في كثير من المواقع في المجالس المنتخبة، إن كانت مجالس وطنية أو مجالس محلية، وناله الكثير أيضا في الاستحقاقات الانتخابية، فقد تعرض شأنه شأن كثير من الأحزاب التي ترى أنها ظلمت في هذه الاستحقاقات. إذن حتى هذا الحزب أيضا له ما يقول في هذه المسألة. شكرا زملائي على هذا اللايف. يعني نعم. الأمين العام يجدد على أنه يحاول بعث نفس جديد في الحزب بعيدا عن الصورة النمطية التي كانت من قبل تواكب الحراك وتواكب متطلباته وتطلعاته. شكرا جزيلا لك مراسل غد حسان جزائري، كنت معنا من الجزائر، وكذلك شكرا موصول لضيفك العزيز.